بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طالبات وطلبة الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم في مستهل الباب الأول في مادة الكيمياء للعام الدراسي 2021-2022، الباب الأول بعنوان بنية الذرة. وطبعا احنا في خلال المقرر بتاعنا السنة دي عندنا 4 أبواب، الترم الأول بابين والترم الثاني بابين. الترم الأول بنتكلم فيه عن باب الأول بنية الذرة، والباب الثاني بنتكلم على الجدول الدوري خواص العناصر، طبعا ده من الأبواب المهمة جدا. الترم الثاني بقى بنتكلم فيه عن الاتحاد الكيميائي، ده الباب الثالث، الروابط الكيميائية. الباب الرابع بنتكلم فيه على عناصر ممثلة في الجدول الدوري. طبعا كل الطلبة في تانية علمي تخطوا مرحلة الصف الأول الثانوي، واختاروا بكامل إرادتهم الشعبة العلمية. فطبعا لازم بقى ناخد المواضيع من سنة تانية بصورة جدية، علشان انت كده بترسم مستقبلك وبتحدد طريقك خلال الفترة المقبلة. مادة الكيمياء بالنسبة لك كمادة علمية تطبيقية، مادة طبعا سهلة ومفيش فيها اي مشاكل. اهم حاجة في الكيمياء بالنسبة لنا معرفتك وحفظك للرموز الكيميائية وكيفية كتابة الصيغة الكيميائية للمركبات الكيميائية، كيفية وزن المعادلات، وطبعا الحاجات دي انت خدت عنها فكرة في الصف الأول. طبعا بالنسبة للجدول الدوري هيهمنا فيه دراسة خواص العناصر وأماكنها في الجدول الدوري، مناطق الجدول هندرسها بالتفصيل. فعشان كده بننصح الطلبة من دلوقتي يا ريت تعلق صورة للجدول الدوري في حجرتك، بحيث تبقى انت كده ايه دايما كده متذكر مناطق الجدول الدوري اللي يسار ويمين ووسط واسفل، لان طبعا ده لسه ليه تكملة في الصف الثالث الثانوي، سواء بقى كان في شعبة علم علوم او علم رياضة. عشان ما اطولش عليكم، طبعا احنا في الباب الاول بنتكلم في علمية الذرة، وعندنا بيديك لمحة تاريخية عن المادة وتركيبها، والفلاسفة والعلماء اللي كان لهم دور بارز في التعرف على الوحدة الأساسية لبناء المادة وتركيب المادة. وطبعا مفروض كأمانة علمية أي فرد سواء بقى فيلسوف أو عالم ساهم ولو بقدر ضئيل في التعرف على جزئية علمية أو نظرية أو حقيقة أنارت لنا الطريق فيما بعد، لازم برضو إيه بنذكر اسمه. طبعا الفلاسفة هنبدأ بيهم، بس طبعا في البداية لازم إيه، بما إني هتكلم على تركيب المادة لابد من تذكر المادة. طبعا أنت عارف إن المادة زي ما درست في المراحل السابقة، المادة كل ما لها كتلة وحجم، أو كل ما له كتلة ويشغل حيزة من الفراغ. المادة لها 3 حالات: صلبة، سائلة، غازية. طبعا احنا بالنسبة لنا بنتكلم هنا عن تركيب المادة، يهمنا مما تتركب المادة. زي ما انت عارف برضو درست قبل كده، تتركب المادة من دقائق متناهية الصغر تسمى جزيئات. الجزيء أصغر وحدة بناء للمادة يمكن أن توجد على حالة انفراد تتضح فيه خواص المادة وصفاتها، زي مثلا جزيء المية طبعا ليه صيغة كيميائية H2O، جزيء عنصر الأكسجين O2، طبعا ده جزيء ثنائي الذرة زي ما هنعرفك بعد كده، عنصر ثنائي الذرة لأنه غاز نشط. عندنا جزيء الحديد مثلا FeE، جزيء حمض الكبريتيك H2SO4. دي الجزيئات، وده الكلام اللي تعرفنا عليه قبل كده. لكن احنا دلوقتي عاوزين بقى ايه، نبدأ من البداية من قبل الميلاد، ونشوف لمحة تاريخية
عن الوحدة الأساسية لبناء المادة، لأن طبعا إيه في دقائق أصغر من الجزيئات، وهي طبعا اللي بنسميها الذرات، دي اللي هنبدأ بيها، وطبعا دي اللي توصل ليها الفلاسفة والعلماء، وطبعا دي من الحقائق العلمية. يكفي القول إن الذرة مذكورة في القرآن الكريم طبعا في معظم الأديان، فواحد أصغر وحدة بناء المادة هي الذرة. وطبعا أول من نتكلم عنها من الناحية التاريخية كانوا فلاسفة الإغريق. فلاسفة الإغريق قالوا زي مثلا ديموقريتس، طبعا هم كتير، فطبعا احنا يهمنا ايه بعضهم. فلاسفة الإغريق في البداية قالوا احنا دلوقتي لو جزأنا المادة لدقائق صغيرة جدا لحد ما نصل إلى دقيقة صغيرة لا تتجزأ، كده نبقى وصلنا للوحدة الأساسية لبناء المادة، وسموا الشيء الذي لا ينقسم هذا سموه الذر أو الأتوم. يبقى كان رأي فلاسفة الإغريق إن وحدة بناء المادة هي إيه؟ الذر أو الشيء الذي لا ينقسم. ولكن الفيلسوف أرسطو رفض مفهوم الذرة، وأكد أن جميع المواد أصلها واحد وتتكون من 4 عناصر أو مكونات أساسية، وهي الماء والهواء والتراب والنار. هو طبعا إيه الـ4 مكونات أو عناصر أساسية، ماء وهواء وتراب ونار، مع اختلاف النسب من مادة إلى أخرى. وعلى هذا الأساس كان من الممكن تحويل المواد الرخيصة كالحديد أو الصفيح إلى مواد نفيسة كالذهب بتغيير نسب مكوناتها أو عناصرها. واستمر هذا الاعتقاد سيد فترة طويلة، أدى إلى تخلف علم الكيمياء قرابة 500 أو 600 سنة. وطبعا كان الناس كل هدفهم تحويل المواد الرخيصة إلى مواد نفيسة كالذهب، ودي كانت بداية إيه يعني ظهور الكيميائيين. وكان يعني الناس بينظروا للكيميائي على إنه حاوي أو دجال بيحول لهم التراب لذهب حسب مبدأ أرسطو. مع تقدم السنين وظهور بعض العلماء الكبار، وعلى رأسهم طبعا العالم العربي المسلم أبو الكيمياء القديمة جابر بن حيان، وغيره طبعا من العلماء، بدأ علم الكيمياء يأخذ شكل منظم، وبدأ الحديث عن الكيمياء يختلف. وطبعا احنا مش في ايه مش في السياق ان احنا نتكلم تفصيليا، نتكلم عن تاريخية كاملة، احنا يهمنا بقى ايه العصور الوسطى. وهنا هنتكلم عن العالم بويل. بويل كعالم، طبعا العالم في فرق كبير بين العالم طبعا والفيلسوف. العالم لكي يضع نظرية أو مفهوم لابد من تجربة عملية، أما الفيلسوف فتحدث بالمنطق بالكلام. فطبعا بويل عالم. بويل طبعا وضع أول تعريف للعنصر، قال إن العنصر ده هو أبسط مادة نقية لا يمكن تحليلها إلا ما هو أبسط منها بالطرق العادية ما عدا التفاعلات النووية، على أساس إن العنصر بيتكون من نوع واحد من الذرات. على سبيل المثال الذهب عنصر، الحديد عنصر، النحاس عنصر، فالعنصر هو أبسط مادة نقية حسب كلام بويل. وطبعا هذا أدى إلى تحطيم مفهوم أرسطو، وبات الكلام على أن المادة تتكون من 4 مكونات أساسية أو 4 عناصر أساسية، الماء والهواء والتراب والنار، كلام خطأ وطبعا إيه غير مقبول. على هذا الأساس ظهرت بعد ذلك
نظرية اللي هي نظرية العالم دالتون، وكانت أول نظرية في تركيب المادة مقبولة. دالتون قال يا جماعة تتركب المادة من دقائق متناهية الصغر لا ترى بالعين المجردة ولا بالمجهر، تسمى الذرة. وهذه الذرة أو هذه الذرات اللي مكونة للمادة مصمتة. ده أول فرض، يبقى تتركب المادة من دقائق متناهية في الصغر مصمتة. فهنا إيه طبعا توافق مع رأي فلاسفة الإغريق. اتنين، قال دالتون في فروضه إن ذرات العنصر الواحد متشابهة، يعني ذرات الذهب كلها متشابهة، بنرمز طبعا للذهب برمز AU، A كابيتال U سمول. ذرات الأكسجين O كلها على نفس إيه النظام. ثلاثة، تختلف الذرات من عنصر إلى عنصر آخر أو من مادة لأخرى، يعني ذرات المادة الواحدة متشابهة وتختلف الذرات من عنصر إلى عنصر إيه آخر. ده كان كلام دالتون، ودي كانت أول نظرية مقبولة في تركيب المادة. وطبعا هنا أكد لنا إن الذرة أو الذرات مصمتة تشبه البلية الزجاج أو البلية إيه الحديد. بعد ذلك تم اكتشاف أشعة المهبط، وطبعا العلماء حصلوا على أشعة المهبط اللي فيما بعد سميت بالإلكترونات. هذه الأشعة تم الحصول عليها من خلال بعض العلماء على رأسهم طبعا العالم تومسون وآخرون. بس الأول لازم نتذكر معا الغاز ودرجة توصيله للتيار الكهربي. طبعا جميع الغازات في درجة الحرارة العادية والضغط الجوي العادي أرضية التوصيل للكهرباء. كيف نجعل الغاز أو أي غاز سواء أكسجين أو ثاني أكسيد الكربون أو خليط زي الهواء موصلا للكهرباء؟ هناك شروط، أهم الشروط دي خفض الضغط لهذا الغاز ليصبح حوالي 1% من الضغط الجوي العادي. اتنين، وضع الغاز تحت فرق جهد مرتفع جدا، طبعا جهد مستمر، فرق جهد مرتفع لا يقل عن 10,000 فولت. يبقى فرق جهد مرتفع 10,000 فولت، وعندنا كمان ضغط منخفض 1% من الضغط الجوي العادي. وباستخدام أنبوبة زجاجية هنوضحها لكم في الفيديو بقية الفيديو يعني، ومخلخلة هواء، وطبعا بنستخدم لوحين من معدنين ممكن متشابهين أو مختلفين، أحدهم بنوصله بالقطب الموجب لمصدر الجهد بيسمى مصعد أو أنود، والآخر بيتصل بالقطب السالب لمصدر التيار بيسمى مهبط أو كاثود. يبقى اللوح المتصل بالقطب السالب هو الكاثود أو المهبط، أما المتصل بالقطب الموجب هو المصعد أو الأنود. وطبعا مخلقلة الهواء دي ما هي إلا شفاط الغرض منها خفض الضغط داخل الأنبوبة على الغاز ليصل إلى 1% ضغط جوي أو أتموسفير. ماذا يحدث عند توصيل الدائرة الكهربية المستخدمة للحصول على أشعة المهبط؟ طبعا بيحدث وميض، وتنطلق من سطح المهبط أشعة غير مرئية متجهة في خطوط مستقيمة نحو المصعد، يعني تتجه من القطب السالب اللي هو المهبط إلى القطب الموجب اللي هو ليه المصعد. طيب ما هي خواص أشعة المهبط الناتجة؟ أول حاجة، أول خاصية، تسير في خطوط مستقيمة متجهة من المهبط السالب إلى المصعد الموجب. اتنين، لها شحنة سالبة بدليل انجذابها من المهبط السالب نحو المصعد الموجب.
بما انها بتخرج من سطح المهبط السالب فهي سالبة الشحنة، منجذبة نحو القطب الموجب اللي هو ايه؟ المسط. هذه الأشعة ما هي إلا دقائق مادية. لماذا؟ لأن لها كتلة. وطبعا بما إن هذه الإشعاعات أو الأشعة لها كتلة بتعادل كتلة الإلكترون، لذلك تعتبر دقائق مادية. كذلك في خاصية تانية برضو، لها تأثير حراري وتحدث صوميت في الأنبوبة. كيف؟ الأنبوبة بتشبه لمبة النيون في حالة إيه؟ أو الفلورست لما بتيجي تضيء في البداية بتعمل وميض، ولو لمسنا أنبوبة أشعة المبنى لها ساخنة، فمعنى ذلك أن لها إيه؟ أثر حراري بتسخن الأنبوبة. كذلك من خاصها تتأثر بالمجالين الكهربي والمغناطيسي، يعني بتتأثر بتنحرف، هي أصلا طبيعتها بتمشي في خطوط مستقيمة لكن بتنحرف عن مسارها لو عرضتها لمجال كهربي، تنحرف نحو القطب الموجب لأنها سالبة الشحن. تمام؟ يعني ده بيأكد إنها سالبة الشحن تنحرف نحو القطب الموجب. أما في حالة المجال المغناطيسي فإنها إيه؟ يتغير أيضا مسارها، يعني برضه بتنحرف، بس إيه؟ بتنحرف بطريقة أخرى على شكل قطع مكافئ. وطبعا معنى ذلك انها تتاثر بالمجالين الكهربي والمغناطيسي. ايه تاني؟ ماذا يحدث اذا تم تغيير ماده المهبط او المصعد؟ يعني كنت بستخدم في البدايه مثلا مهبط من النحاس، غيرته استخدمت من الالومنيوم او الحديد. في هذه الحاله لا تتغير خواص اشعه المهبط، تظل كما هي خواصها وسلوكها. لو غيرت نوع الغاز كان اكسجين، خليته ثاني اكسيد الكربون، لا تختلف ايضا خواصه. يبقى اذا برضو تغيير نوع الغاز او نوع ماده المهبط او المصعد لا يغير من سلوك او خواص هذه الاشعه، مما يدل انها توجد في او تدخل في تركيب جميع المواد. اشعه المهبط اكتشافها بالطريقه دي ادى الى ظهور نموذج جديد لتركيب الذرة، وهو نموذج العالم تومسون. ويمكن كان ايه كان بعض الاساتذة لينا الدكاترة في جامعة عين شمس كانوا بيطلقوا عليه نموذج البرتقالة. كيف؟ تومسون قال ان ايه نموذج تومسون، النموذج الذري، الذرة تتكون من او عبارة عن كرة مصمتة من الشحنة الموجبة مطمور أو مغموس بداخلها بعض الشحنات السالبة تكفي لجعلها متعادلة. وطبعا في كلامه ده كان برضو بيأكد إن الذرة مصمتة. طبعا نموذج تومسون لم يلتفت كثيرا إليه، وطبعا ظهر بعد كده تجربة هامة جدا بالنسبة لنا، أدت إلى بداية التعرف على تركيب الذرة الحقيقي، وهي تجربة العالم الكبير رذرفورد الذي أجراها العالمين جايجر وماري سيدني. وطبعا دول من العلماء الكبار وكانوا من تلاميذ أو مساعدين رذرفورد. تجربة رذرفورد استخدم فيها مادة مشعة مصدر لأشعة ألفا أو دقائق ألفا. ألفا طبعا بتمثل نواة ذرة هيليوم HE24 كتلتها يعني موجبة الشحنة. بستخدم عشان أحصل على ألفا ممكن أعمل مثلا إيه تفاعل نووي، اليورانيوم 92-238، لو أنا خليته مثلا يفقد دقيقة ألفا وتحول لصوريوم 90-234 ومعاه ألفا، يبقى أنا كده حصلت على هذه الأشعة. انت طبعا ما يهمكش، ان انت اللي يهمك ان انا بحضر ماده مشعه كمصدر لدقائق الفا، وبضع هذه الماده المشعه داخل حفره في مكعب من الرصاص بي بي، والرصاص طبعا لانه لا يسمح بنفاذ الاشعه النوويه القاتله، وبعمل ثقب في هذا المكعب
يسمح فقط بخروج الفا في اتجاه معين. بنضع امام هذا الثقب الموجود في المكعب لوح معدني من الصفيح على هيئة قوس او دائرة زي ما تشوف في الفيديو او في الرسم، ولكن بغطي سطحه بطبقة من كبريتات الخرسين زد ان اس. ليه بقى؟ لان كبريتات الخرسين يحدث له وميض وتظهر به علامة عند سقوط الفا نحوه، يعني بتأثر بيه أشعة الفا. احنا يهمنا العلامات اللي هتحدث على سطح اللوح المعدني، ولو ما فيش موجود كبريتات خرسين مش هتبان هذه العلامات. من خلال هذه العلامات بنتحدد نتائج او تركيب الذرة، وهل هي بالفعل مصمتة تماما ولا مفرغة زي ما هتعرف في الفيديو. تابع معايا وهتشوف الخطوات. وطبعا برضه عاوز اوضح لك ان احنا بيتم في هذه التجربة استخدام شريحة رقيقة من الذهب ايو، ساعات بنسميها غلالة. يعني تخيل ان انت مثلا ايه، ما كانت تقطيع اللانشون، احنا بنحاول نقربك الفكرة. انا كل هدفي ان انا ايه احصل على شريحة رقيقة من عنصر بسميه فلز نبيل، يعني ذراته تتضمن انقى انواع الذرات لا تتاثر بالعوامل الجويه، عشان اللي بينطبق عليها يبقى ينطبق على بقيه ذرات الجدول الدوري او عناصر الجدول الدوري. الفكره كلها ان سمك الشريحه دي بيبقى اكنه سمك ذره واحده، بحيث بيظهر لي من خلال التجربه هل الاشعه بيتم نفاذها من خلال هذه الشريحه الرقيقه من خلال الذره ام لا، او بتنفذ كلها او جزء منها زي ما هنشوف من خلال الفيديو. تابع معايا، وفي نهاية الفيديو هتشوف اسئلة حاول بقى ان انت تحلها عشان تجرب نفسك. وطبعا يعني دي كده ايه مقدمة سريعة بالنسبة لايه للصف الثاني. وتابع معايا باستمرار، هنبعت لك امتحانات الكترونية. احنا مش عايزين طبعا كلام كتير في الكيمياء ولا شرح تفصيلي، ولكن لابد ان تكون فاهم الموضوع علشان اي اسئله بنجيبها لك سواء بقى ايه مباشر او غير مباشره تستطيع حلها. وطبعا انت عارف نظام الاسئله دلوقتي ايه، اختر. تابع معايا الفيديو، ولو في اي اسئله ابعتها لي في التعليقات. ونتمنى ان انتوا يعني تحبوا الكيمياء، لان انت دخلت علم خلاص، فالماده دي هتلم لك درجات كتيره لو انت بالفعل عرفت اهميتها للبشريه وتقدم الانسان. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله، وتابع معايا الفيديو. مستر أشرف العيدي، سلام.